في هذا التنظيم تعدهم واشنطن من أخطر المطلوبين في إطار ما تعتبره حملة ضد الإرهاب، غير أن هذا الدور واجه صعوبات عدة أدت في النهاية إلى قصف وتدمير مكتب الجزيرة في كابول من قبل الطائرات الأمريكية، وأدت بمراسلنا الذي أصبح من أكثر صحفي العالم شهرة إلى أن يجبر على التوقف عن العمل مؤقتا. للمشاركة في هذا الحوار يرجى الاتصال بالرقم التالي 974-488-8873، وهو عبارة عن 4 خطوط، وعلى رقم الفاكس التالي 974-488-5999. أهلا بك تيسير. أولا تيسير، نريد أن نطمئن على صحتك، وكيف هي أحوالك الصحية الآن؟ الحمد لله، يعني الصحة جيدة بفضل الله عز وجل. يعني واجهتنا متاعب صحية في كابول على اعتبار أن الخدمات الصحية هناك يعني متواضعة. كنا يعني ننتهز فرصة الإجازات لمشان نعمل يعني فحص طبي عام أحيانا بعض المشاكل، والحمد لله عموما الصحة جيدة. نعلم أنك ستجري عملية جراحية عن قريب. نعم، هناك يعني خلال الأحداث الأخيرة يعني قد يكون حسب ما شخص الأطباء هنا في الدوحة فتق في أسفل البطن، وعندي أنا أصلا مشاكل في الظهر، لكن يعني إن شاء الله يعني تنتهي المشاكل هذه قريبا. نتمنى لك تيسير الشفاء العاجل. بالتأكيد المرحلة التي قضيتها في كابول كانت مرحلة صعبة جدا، عشت أصعب لحظات القصف الأمريكي. نريد أيضا أن نطمئن على إلى عائلتك، أين كانت في تلك الأحيان؟ نعم، الحقيقة يعني عائلتي، نعم زوجتي وأولادي الأربعة كانوا في كابول. انتهزنا فرصة العطلة المدرسية للأولاد، أحضرناهم إلى كابول، لكن بعد أحداث 11 سبتمبر بيومين أو ثلاثة اضطررنا لإرسال العائلة إلى خارج أفغانستان إعادتها إلى إسبانيا، فهم تابعوا الأحداث من مكان إقامتهم في إسبانيا. تيسير، طبعا يعرفك المشاهدون من خلال مراسلاتك من كابول من العاصمة الأفغانية. نريد أن نعرف المشاهدين الآن بشيء من التفصيل، من هو تيسير علوني؟ الحقيقة يعني لا يوجد الكثير مما يستحق الاهتمام يعني في شخصية تيسير علوني، سوى أني يعني نبدأها من مرحلة متأخرة جدا، يعني قد يكون لضيق الوقت. بدأت طبعا كنت أحضر رسالة دكتوراه في إسبانيا في العلوم الاقتصادية، عملت بعض الأعمال التجارية بالإضافة إلى الكتابة في بعض الصحف، ثم عملت لمدة يعني مدة تتراوح ما بين 5 و6 سنوات في وكالة الأنباء الإسبانية القسم العربي، وبعدها يعني حصلت مسألة فتح مكتب الجزيرة في أفغانستان وكنت أحد المرشحين. نريد بالمناسبة إذن أن تعرف المشاهدين على مكتب الجزيرة في كابول، متى افتتح، ما هي التجهيزات الموجودة فيه، عدد الموظفين الذين يعملون فيه؟ نعم، مكتب الجزيرة طبعا افتتح على خلفية تصريح أدلى به وكيل أحمد متوكل وزير خارجية طالبان في نوفمبر على ما أذكر من عام 99، وقال فيه أنه سيعطي ترخيصا لفتح قنوات أو قناتين تلفزيونيتين تحديدا، وحددها قناة CNN الأمريكية وقناة الجزيرة، على اعتبار أنهم يريدون مخاطبة الناطقين بالإنجليزية والناطقين بالعربية. طبعا يعني قناة الجزيرة أعلنت بطريقة ما عن ترشيح بعض الصحفيين، تقدمت طبعا أنا بترشيحي على أساس يعني المقياس كان هو مدى معرفة المرشح بتاريخ أفغانستان، بالثقافة الأفغانية، بأوضاع أفغانستان بشكل عام، قدرته على إجراء الاتصالات وما إلى ذلك. يبدو أن الاختيار وقع علي، فكلفتني إدارة الجزيرة بالحديث بالتفاوض إن صح التعبير مع وزير خارجية طالبان وكيل أحمد متوكل. سافرت إلى أفغانستان، أخذنا منه ترخيصا بافتتاح المكتب. طبعا متى كان ذلك تيسير بالتحديد؟ كان تحديدا في نهاية عام 99. نعم. وهل وجودك بأفغانستان مرتبط بافتتاح مكتب الجزيرة، أم أنك تعرف البلد من قبل؟ لا، أنا أعرف البلد من قبل، يعني كنت أتردد على البلد من حوالي يعني أكثر من 13 عاما، يعني قمت أيضا ببعض التغطيات أثناء الحرب الأفغانية ضد السوفييت، فترة حكومة المجاهدين بين 92 و96 غادرت أفغانستان، لم أزورها مطلقا خلال هذه الفترة.
يعني حين استقر الأمن والنظام في أفغانستان سمعت أن المسألة يعني أصبحت أكثر أمانا واستقرارا. زرت أفغانستان عدة يعني مرات. تسمي مرحلة طالبان بأنها مرحلة أمن واستقرار في تلك الحقيقة الفترة؟ هذا ما لمسته، يعني كان هناك اختلاف كبير بينها وبين مرحلة يعني حكومة أحزاب المجاهدين. نعم. طيب، عشت تيسير لحظات الحرب، حرب أفغانستان، لحظة بلحظة. نتذكر كيف كنا نجري اللقاءات الصحفية عبر الأقمار الاصطناعية معك من خلال المكتب. تحدثت الآن عن التجهيزات الموجودة بالمكتب، يريد لو تعطينا الآن لمحة عن الصعوبات التي واجهتها أو واجه هذا المكتب خلال مرحلة التأسيس. الحقيقة يعني خلال مرحلة التأسيس يعني يمكننا القول أن يعني القرار الذي اتخذته وزارة خارجية طالبان بالترخيص لقنوات تلفزيونية بالعمل في أفغانستان، الحقيقة يبدو أن يعني خلافا وقع بينهم. أذكر يعني حتى كادوا أن يلغوا الفكرة، يعني أنا كنت في أول سنة 2000 في شهر بعد شهر يناير بأيام، يعني فالفكرة كادت أن تلغى، لكن استطعنا يعني أن نتوصل معهم إلى حل وسط. من المعلوم أن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أفغانستان في ظل حكومة طالبان كانت تحظر التصوير، لكن استطعنا التوصل معهم إلى حل وسط. وكان يعني هل كان يطلب منكم مثلا تصوير أشياء دون أخرى، مواقع دون أخرى؟ كانت هذه الشروط مرتبطة أصلا بمنحكم منح الجزيرة فرصة اعتماد هذا المكتب؟ الحقيقة أن الكلام الذي تلقيته منهم حرفيا أن حكومة طالبان كانت تريد أن تخاطب الجمهور الناطق بالعربية، كانت تريد أن تخاطب طبعا العالم العربي والإسلامي من خلال قناة الجزيرة، والجمهور الناطق بالإنجليزية من خلال قناة CNN، لكن لسبب ما قناة CNN يعني لم تفتتح مكتبا هناك في تلك الفترة. أما قناة الجزيرة الحقيقة يعني أقدمت على استثمار، يعني أستطيع أن أسمي هذا الاستثمار مغامرة، يعني وفرت له جميع الوسائل اللازمة بحيث يعمل المكتب بشكل مستقل ويستطيع أن يحقق اتصال مع قناة الجزيرة سواء عبر الحوارات المباشرة أو عبر بث التقارير والصور من أفغانستان. والحمد لله يعني نجحنا في تغطيات كثيرة. يعني لعل ولماذا برأيك الجزيرة دون غيرها، اعتماد قناة الجزيرة دون غيرها؟ طبعا يعني أكثر الناس اتصالا بالعالم الخارجي إن صح التعبير كان وزير الخارجية وطاقم وزارة الخارجية، كانوا يعني من بين مسؤولي طالبان الذين يسافرون، فأدركوا أهمية الإعلام بالنسبة لحركتهم التي يقولون أنها تتعرض لكثير من التشويه، تتعرض للهجوم من قبل وسائل الإعلام، فأرادوا ربما أن يعطوا صورة مباشرة لما يحصل، أرادوا أن يعطوا صورة مباشرة للعالم العربي والإسلامي عن شكل الحكم، صيغة الحكم التي يمارسونها في أفغانستان، للرد حسب اعتقادهم على ما يعانونه من تشويه في وسائل الإعلام الغربية. رغم ذلك تيسير، هل يمكن أن نصف علاقة تيسير بحركة طالبان بأنها كانت علاقة صداقة أم علاقة صداقة وتوتر أحيانا بتغير الظروف؟ الحقيقة يعني هذه ارتبطت بال 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 بالظروف طبعا، وارتبطت بالشخصيات. يعني كانت لنا علاقات طيبة مع بعض الأشخاص، يعني معلوم أن عمل المراسل في أي بلد يقوم على العلاقات، سواء مع الجهات الحكومية، سواء مع الشعب، سواء مع المنظمات غير الحكومية التي تعمل في أفغانستان، منظمات يعني عددها كبير جدا. فبعض المسؤولين كانوا لا يرتاحون لنا، يعني من واقع فكرة يعني عندهم أو فتوى شرعية تقول بأن التصوير حرام. البعض الآخر وجد يعني إن صح التعبير وجد فتوى، وجد رخصة قالوها لنا يعني من باب الضرورة. حتى وكيل أحمد المتوكل وزير الخارجية سألته أنا صراحة عند تأسيس المكتب أو قبل تأسيس المكتب، قلت له نحن لسنا صحيفة، نحن لسنا إذاعة، أنت تعلم أننا تلفزيون، وأنا أعلم أن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحظر التصوير تماما بتاتا، تحظره في أفغانستان. فقال أنا أعرف. كانت أذكر الحديث مع وكيل أحمد جرى في مطار قندهار عندما كانت الطائرة الهندية مختطفة وعلى أرض المطار، وكان يحاول طبعا كان هو يعني يتولى حل موضوع الطائرة، فقال نحن نعرف هذا،
وأنا لازلت مؤمنا بحرمة التصوير، وزعيم الحركة ملا محمد عمر لا يزال مؤمنا بحرمة التصوير، لكن للضرورة أحكام والضرورات تبيح المحظورات. أشار إلى الطائرة الهندية التي كانت جاثمة على مدرج المطار، قال هذه ضرورة مثلا. وطبعا أبدأ أسفه لأن أحدا من الصحفيين العرب لم يحضر إلى قندهار للتغطية، كان الأمر يقتصر على يعني وسائل الإعلام الغربية. نعم، معنى هذا تيسير أنك كنت تتعرض لمضايقات من طرف حركة طالبان رغم ما تتهم به من انحياز لحركة طالبان في تغطيتك ومراسلاتك التلفزيونية. بالتأكيد. ياريت لو يعني تشرح لنا قليلا نوع المضايقات التي تعرضت لها في تغطيتك. نعم بالتأكيد كانت هناك مضايقات ممن لا يعرفون أصلا بوجود مكتب الجزيرة في أفغانستان، لا يعرفون أن هذا المكتب مثلا كان مرخصا من وزارة الخارجية بموجب رسالة رسمية وجهت إلى الجزيرة، نحن نرحب بكم لافتتاح مكتب. طبعا نحن تعرضنا يعني المشكلة الكبرى كانت التي تواجهنا، أي صحفي كان يدخل كان ممكن أن يغطي يفعل ما يشاء إذا لم تكن لديه كاميرا، إذا كان يعمل لصحيفة يعمل لإذاعة ما بحكم كان أن الصورة حرام. نعم، فمسألة حرمة التصوير عندهم يعني كانت المشكلة الكبرى لدينا هي الكاميرا. طبعا تعرضنا للاعتقال مرارا، تعرضنا لأحيانا يعني كادوا. لأي أسباب؟ السبب هو التصوير. السبب كان هو التصوير وليس لأي سبب آخر. يعني صحفيين طبعا كانوا يتجولون في أفغانستان في ظل حكومة طالبان، دوريات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دوريات الأمن كانت تعرف أن يعني الصحفيين خاصة من يعني من خلال الزي والهيئة تعرف أن هذا أجنبي وغالبا يكون صحفي وجاء يغطي حدثا ما أو يغطي يعني ينجز تقريرا عن أفغانستان. أما حين يرون الكاميرا فكانت تبدأ المشكلة. الحقيقة يعني كما قلت تعرضنا للاعتقال عدة مرات، تعرضت أنا للدفع وإلى ما يشبه الضرب، يعني حاولنا نصور بعض الانفجارات التي وقعت في كابول العام الماضي. طبعا كنا نعتقل يعني من قبل أجهزة الأمن، لكن نتصل بوزارة الخارجية بموجب التصريح المعطى لنا، كانوا يعني الحقيقة يعني يوفون بالتزامهم معنا. نعم، لكن تيسير هل كانت لديك اتصالات وعلاقات مع شخصيات من التحالف بحكم أنك مراسل الجزيرة في أفغانستان كلها وليس لدى حركة طالبان فقط؟ نعم بالضبط، أنا يعني يفترض أن أكون مراسل الجزيرة في أفغانستان، لكن طبعا كانت هناك مسائل جارية، يعني كانت هناك صعوبة في اجتياز الخط الفاصل بين الأراضي التي تسيطر عليها طالبان والتي يسيطر عليها تحالف الشمال. قناة الجزيرة طبعا كانت حريصة على تغطية الطرفين، ما يحصل لدى الطرفين. هناك من جهة طالبان ومن جهة قوات التحالف طبعا. بالتأكيد طبعا، يعني هناك عدة مقابلات أجريت يعني مع القائد مسعود مثلا أجراها أحد الزملاء في الجزيرة. نعم، أجراها محمد صافي قبل حوالي عام، وهناك نعم. أيضا مع عبد الرشيد دستم ومع شخصيات نعم. كثيرة من قوات التحالف. أنا سألت طبعا بعض مسؤولين طالبان، يعني قلت لهم إذا نحن أو إذا أنا شخصيا يعني طلبت مثلا يعني إجازة لاجتياز الخطوط، اجتياز الخطوط طبعا هو اجتياز خطوط قتال كانت دائما بينهم، فممكن أذهب عن طريق آخر مثلا عن طريق طاجكستان وأقابل بعض مسؤولي تحالف الشمال، فهم طبعا لم يمانعوا، لكن أنا في النهاية يعني فضلت يعني عندما عرض الاقتراح من الجزيرة أن أحد الزملاء طبعا الملمين بالأوضاع الأفغانية الذين يعني لديهم دراية تامة. لكن تيسير يعني كيف كنت تحصل على الأخبار والصور المتعلقة بتنظيم القاعدة قبل 11 سبتمبر؟ هل كانت لديك علاقات مع شخصيات من القاعدة كانت تسهل لك هذا النوع من المهام؟ الحقيقة يعني هي من نستطيع اعتبارها من النقاط المظلمة الغامضة مسألة وجود العرب ككل في أفغانستان. كما هو معلوم كانت حركة طالبان في البداية تنكر أصلا، يعني كانت تقول يوجد بعض العرب يعني الذين تبقوا الذين فضلوا المكوث في أفغانستان منذ فترة الجهاد الأفغاني، لكنها كانت تنفي وجود معسكرات للتدريب، طبعا كانت تنفي أي نشاطات لأسامة بن لادن. وبالفعل هناك سمعنا يعني كنا نسمع دائما أنهم حضروا حركة أسامة بن لادن، حضروا عليه وسائل الاتصال في المراحل الأخيرة بشكل خاص، حضروا عليه اللقاء بالصحفيين حضرا تاما. كنا نحن نسعى لمقابلة مع أسامة بن لادن، لمقابلات مع شخصيات من القاعدة.
على أساس أنه يعني عنصر من العناصر المهمة الموجودة في أفغانستان، وعنصر يعني جدير بالتغطية، والعالم يريد أن يسمع عن تنظيم القاعدة، يريد أن يسمع عن أسامة بن لادن، خصوصا بعد أن تم الربط بين تنظيم القاعدة وبعض الأحداث التي جرت في العالم في الفترة الأخيرة. لكن كان يحضر علينا تماما، كل ما وصلنا هو إذا كيف وصلت إليه تيسير، إلى أسامة بن لادن؟ الحقيقة يعني هو وصل إلينا ولم نصل إليه نحن. يعني كان هناك عملية إرسال أشرطة، والأشرطة كانت تصلنا جاهزة، يعني حتى يعني أشرطة مصورة وجاهزة. وجاهزة من حيث المونتاج. نعم، تسلم لنا يعني مثلا أذكر على سبيل المثال يعني عند بداية القصف الأمريكي في 7 أكتوبر، أنا كنت على سطح المبنى، طبعا كانت عندنا تغطية مباشرة لعمليات القصف. الطيران كان الوقت ليلا طبعا، والطيران كان يملأ سماء العاصمة الأفغانية. فأحد موظفي المكتب يعني أشار إلي إشارة وبشريط، ويعني قال لي أننا بعد أن انتهينا من الإرسال المباشر، قال لي هذا الشريط سلم لنا على البوابة، وقال أن فيه خطابا من زعماء تنظيم القاعدة وعلى رأسهم أسامة بن لادن، أيمن الظواهري، الشيخ سليمان بوغيث. طبعا أنك يعني سؤالي يتعلق بفترة ما قبل 11 من سبتمبر تيسير، سنأتي إلى مرحلة ما بعد 11 من سبتمبر، لكن لا بأس أن نبدأ الآن في أخذ المداخلات الهاتفية. معنا الآن من السعودية عبد الله الخالد، تفضل عبد الله. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير، صوت الحق. شكرا للجزيرة، شكرا للأخ تيسير، وجزاه الله ألف خير، لأنه كان صوت الحق لمليار ومائتي ألف مسلم. جزاك الله خير. قد لا يدرك هذه الحقيقة، ولكن هذه هي الحقيقة. هل لديك أي سؤال؟ أنا لدي سؤالين. هل قابلت ابن لادن؟ بغض النظر أن يكون اللقاء صحفي أم لا. السؤال الثاني، هل توفرت لديك دلائل بأن القاعدة وراء تفجيرات نيويورك وواشنطن، سواء بالنفي أم بالإيجاب؟ نعم، فقط وشكرا. شكرا شكرا جديد. لك. معي الآن هالة عبد الستار من أمريكا، تفضلي هالة. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا ست سيد؟ أهلا وسهلا، الحمد لله رب العالمين. شكرا. أخت هالة، هالة يا ريت لو تخفضين قليلا صوت التلفزيون لديك، لأنه يحدث تشويشا على الخط. لم نسمع السؤال. نعتذر لرداءة الصوت. هالة، ربما تعود هالة للاتصال مرة ثانية. نأخذ اتصال ثاني الآن من طغامي منتصر من مصر. طغامي تفضل. السلام عليكم خديجة. وعليكم السلام. أنا أحيي الجزيرة تحية خاصة لكتيبة الإعلاميين الشجعان جدا جدا جدا، وحيي الصديق والأخ العزيز تيسير علوني، وأنا بقول له يعني أنت شرفت الإعلام العربي، وتقاريرك هزت ضمير العالم، حركتنا. بقول له كشفت الإرهاب الأمريكي في أفغانستان. بقول له أنا اعتبرتك صديق شخصي جدا، وكنت قلقان عليك جدا، ومن يوم ضرب مكتب قناة الجزيرة وأنا متوتر عليك جدا، ويعني بحمد ربنا على سلامتك إنك وصلت بالسلامة، وأنا سعيد جدا إن بشوفك النهاردة. وبالمناسبة أنا بسجل لك هذا اللقاء عشان أعتز بيه شخصيا، وأنا عايز أسأله سؤال. يا أخ تيسير، يعني لماذا هذا التقهقر السريع اللي حصل في حرق الصليبات؟ عندك تفسير؟ والحمد لله على سلامتك، وشكرا للزملاء جميعا في قناة الجزيرة. شكرا لك أخت غامي. نبدأ بتيسير بالإجابة على سؤال عبد الله خالد من السعودية، يقول السؤال الأول، هل قابلت بن لادن شخصيا؟ نعم، قابلت بن لادن شخصيا، كنا في وفد، رافقت وفدا رسميا من حركة طالبان، كان على رأسه وكيل أحمد متوكل وزير الخارجية وبعض الشخصيات الهامة إلى هنا إلى الدوحة. أظن أن الدوحة يعني على ما أذكر استضافتهم بصفتها رئيسة لمنظمة المؤتمر الإسلامي. عدنا إلى مدينة قندهار، فطلبت طبعا، كررت طلبا
يعني ملوا منه أفراد طالبان، يعني قلنا لهم أن أسامة بن لادن يعني شخصية، يعني تعتبر شخصية صانعة للحدث، يجب علينا أن نقابل بن لادن، أن ننقل أخبار بن لادن. هذا التعتيم وهذا التضييق على بن لادن، يعني نحن لا نستطيع التدخل في سياستكم، لكن لابد أن يسمع العالم شيئا عن بن لادن. فكان الاقتراح أن يعني نجري برنامج يعني عن الحياة الشخصية، السيرة الذاتية لأسامة بن لادن. فقال وكيل أحمد طبعا وبعض الناس الذين كانوا يعني بعض المسؤولين معه قالوا نحن نستشير أو نتشاور، فتشاوروا وأعطونا يعني موافقة مبدئية. فبعدها طلبت منهم أن يهيئوا لنا، يرتبوا لنا مقابلة لقاء مع أسامة بن لادن. ففعلا رتبوا اللقاء مع أسامة بن لادن، طرحت عليه الفكرة. طبعا في البداية كانت الفكرة نحن كنا نلح على لقاء يتضمن جوانب سياسية يتعلق بالأحداث الجارية، بالاتهامات الموجهة إلى تنظيم القاعدة، برده أو ردودها عما يقال عن تنظيم القاعدة. لكن قال هو طبعا هذا يعني محظور علينا، ونحن ملتزمون بما تفرضه علينا حركة طالبان التي تعتبر مضيفة لنا. طرحت عليه موضوع برنامج عن السيرة الذاتية لبن لادن، حياته الخاصة، تاريخه، أين درس، ما هي الشخصيات التي تأثر بها، كلام من هذا النوع. فأعطى موافقة مبدئية، لكن مع الأسف هذا البرنامج لم يتح لنا يعني تنفيذه حتى الآن. يعني اللقاء لم يكن مسجلا؟ لا، اللقاء كان لقاء شخصيا، ما كان، لم يكن لقاء صحفيا، كان اللقاء من أجل الاتفاق على برنامج من هذا النوع، ولم نسجل أي شيء طبعا مع أسامة بن لادن، واللقاء كان في قندهار. سؤال ثاني لعبد الله خالد، اعتقادك الشخصي أنت، هل هناك أي دلائل عن تورط القاعدة في تفجيرات 11 من سبتمبر من خلال متابعاتك؟ والله دلائل، يعني إذا كان الولايات المتحدة نفسها لم تقدم حتى الآن أي دلائل، فمن أين لي الدلائل؟ لكن أنا أقول يعني عندي رأي شخصي قد يقبله البعض وقد لا يقبله البعض الآخر. يعني الرأي الشخصي أنه أنا وأنت وأسامة بن لادن ويعني الأخوة اللي بالأستوديو، نحن يعني يعني دعنا نقول نقسو على أنفسنا قليلا، نحن إنتاج العالم الثالث. ما جرى في نيويورك وواشنطن يدل على أن وراءه تنظيما محكما، تنظيما دقيقا، بوسائل متطورة ومتقدمة جدا. كنت أتساءل دائما يعني هل استطاعت أي منظمة حتى الآن أن تختطف طائرة في سريلانكا مثلا، ولا في أي دولة متخلفة يعني من دول العالم الثالث؟ فما بالنا يعني بأمريكا التي تخطف فيها عدة طائرات في وقت واحد. عملية الحقيقة كانت يعني تدل على أنها إن صح التعبير أو أستطيع القول أنها ليست من إنتاج العالم الثالث، بالإضافة إلى أن بن لادن لم يعترف حتى الآن بشيء من هذا القبيل. طيب سؤال طغامي منتصر من مصر يقول، ما تفسيرك للتقهقر السريع لحركة طالبان عسكري؟ والله هذا السؤال يعني أنا أرده للطغامي منتصر وأسأله السؤال بصدق فعلا، يعني أحيي الأخ طغامي وأسأله بصدق. الأمر كان غامضا علي أنا شخصيا، أنا لم أكن يعني أتوقع انسحابا من هذا النوع، والظروف التي مررت بها من جراء هذا الانسحاب الحقيقة كانت ظروفا قاسية. لكن يعني أستطيع أن ألخص له القول، يعني أن هذا طبعا نتيجة الانسحاب أستطيع أن أتحدث عنها، بأن هذا الانسحاب يمكن القول أنه خلط الأوراق. يعني دخلوا جماعة تحالف الشمال إلى مدينة كابول رغم التحذيرات الأمريكية المتكررة. الآن طبعا يعني أصبحوا يملكون ورقة قوية جدا في أيديهم. هم طبعا كان الحديث عنهم في أفغانستان أن هؤلاء هم جماعة موسكو وجماعة عبد الرشيد دستم، هم جماعة الولايات المتحدة. فيعني أصبح هناك خلط من الأوراق، خلط في الأوراق وبعض التعقيد في الساحة السياسية الأفغانية من وراء هذا الدخول. طيب تيسير، أنت عشت مرحلة القصف طبعا كما تابعناك يوميا ودقيقة بدقيقة، تابعت كل هذا المشهد القاسي، كيف تصف لنا هذا المشهد؟ كيف عشته؟ الحقيقة يعني احنا يعني كنا طبعا نعرف أن أمريكا سترد على ما حدث من خلال تصريحات الإدارة الأمريكية، من خلال كل ما صدر عن أمريكا. لكن التساؤل الأكبر الذي كان يدور في أذهاننا هو حول شكل هذا القصف، شكل العقوبة التي ستوقعها أمريكا بأفغانستان. طبعا السيناريو كان يعني من أبسط مقومات هذا السيناريو كانت قصف جوي أو صاروخي، لكن حجم القصف، نوعية القصف ما كنا نعرف عنها شيئا. في اليوم الأول الحقيقة كان هناك خوف شديد جدا،
من عملية القصف كيف ستكون وماذا ستستهدف؟ يعني العاصمة كابول، أي جزء من العاصمة كابول سيقصف؟ نحن كنا في نعمل في وسط العاصمة الأفغانية. يعني رغم ذلك كنت تقف والطائرات تحلق من فوق رأسك ونحن نجري معك المقابلات عبر الأقمار الاصطناعية تيسير؟ بالحقيقة يعني في البداية ما كان كذلك، يعني نحن هيئنا مع الفريق العامل في المكتب، يعني تهيئنا ووضعنا يعني نوع من خطة العمل. هذا كان قبل 7 أكتوبر، أنه ماذا سنفعل في حال مثلا القصف جاء الآن، كيف سنتحرك؟ فقمنا بتقسيم العمل. طبعا يعني المهمات أشرحها باختصار، يعني مهمتي كانت الاتصال بالجزيرة مباشرة لفتح خط الأقمار الصناعية وأخذنا على الهواء مباشرة. المصور يجب أن يكون على السطح بأسرع يعني أسرع وقت ممكن. المهندس طبعا يبدأ بتشغيل مولدات الكهرباء، لأن الكهرباء كان التيار ينقطع طبعا، ونحن لا نثق في هذا التيار على الإطلاق طبعا. فالمهندس كان يعني يتولى تسخين الأجهزة ويكون الاتصال جاهزا مع الدوحة خلال لحظات، يجب أن نكون على الهواء مباشرة. لكن الحقيقة يعني أعترف بأننا في بداية القصف الحقيقة زلزلنا كان مخيفا القصف، وحصل لنا ارتباك الحقيقة وتداخل، وفي الظلام كنا نتحرك ونتعثر. تسير نأخذ مكالمة من شهاب نويرة من فرنسا. شهاب، السلام عليكم. وعليكم السلام.